إعداد قناة شباب نتني، والسلام عليكم. حط قبل قليل محمد نجم لاعب فريق الوداد الرياضي الرحال في مطار القاهرة الدولي رفقة زميله السابق أشرف بن شرقي تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله لفريق الزمالك المصري. ووجد اللاعب الودادي في استقباله مسؤولا بالنادي المصري المذكور، إذ من المقرر أن يعقد مساء يومه الثلاثاء جلسة رفقة أعضاء المكتب المسير للزمالك لتوقيع العقد، حسب ما أكده الصحفي المصري أحمد الهوهري في حديث مع صحيفة مغربية. ومن جهة أخرى علمنا أن الصفقة يتكلف بها وكيل سعودي، إذ أنه في حالة اتفاق جميع الأطراف سيعود للمغرب لإنهاء بعض الأمور الإدارية قبل السفر صوب مصر لإتمام عملية انتقال نجم لبطل كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويذكر أن نجم كان قد حمل قميص فريق الوداد البيضاوي خلال الانتقالات الشتوية لسنة 2015، إذ كان قد توج بالعديد من الألقاب رفقة الحمر كدرع البطولة الاحترافية كأس السوبر إلى جانب دوري أبطال إفريقيا سنة 2017 على حساب الأهلي المصري. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.